تحت الضغط. إسلام ومحمود، محمود وإسلام. إسلام هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تفضل يا محمود مكاني. كان نفسي أسمع أغنية. لا المرة الجاية بقى. حد دربك على تحت الضغط؟ دربت من خلال التلفزيون، وكمان دكتور أحمد كان عندنا في الكلية مسؤول تدريب العباقرة، هو موجود معنا كمان النهاردة، كان مدربنا عليها كتير برضو. كويس. إسلام مبسوط بالأغنية. عايز الإجابات بصوت واضح. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة عربية يقع ميناء سوسة؟ المغرب. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة بليز؟ الإنجليزية. صح. أديب مصري راح المؤلف رواية شجرة البؤس، فمن هو؟ باص. ما هو الرمز الكيميائي العنصر القصدير؟ SN. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور عزيزة في فيلم السفيرة عزيزة؟ سعاد حسني. صح. في أي دولة آسيوية تقع جزيرة توريشيما؟ ماليزيا. غلط. في عهد أي ملك لمصر تم بناء هرم سقارة المدرج؟ زوسر. صح. ما هو حاصل ضرب 5 في 21؟ 105. صح. يوم الوداع يا أغنية المطرب سوري، فمن هو؟ باص. حصل البطل صالح سليمان على فضية أولمبياد برلين. طيب مش وحش، مع إنك لعلمك كان ممكن تعمل أحسن من كده. الحمد لله. 5 من 9. شجرة البؤس لمين؟ شجرة البؤس. خلاص خلاص هتعرف دلوقتي. السؤال ده مفروض يتجاوب. يا سليم، عايزين إسلام ينضم لينا من فضلك. نشوف إسلام هيعمل إيه. لا ده في سؤال تاني كمان كان غريب شوية. هنشوف. إسلام تعالى مكاني، عايز تعرف محمود عمل إيه ولا لأ؟ لا مش لازم. طيب أنا قلت 9 أسئلة ونص. السؤال العاشر ملحقتش أقوله. عايز الإجابات بصوت واضح، اتفقنا؟ إن شاء الله. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة عربية يقع ميناء سوسة؟ المغرب. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة بليز؟ إنجليزي. صح. أديب مصري راح المؤلف رواية شجرة البؤس، فمن هو؟ أحمد خالد توفيق. غلط. ما هو الرمز الكيميائي العنصر القصدير؟ كي. غلط. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور عزيزة في فيلم السفيرة عزيزة؟ سعاد حسني. صح. في أي دولة آسيوية تقع جزيرة توريشيما؟ اليابان. صح. في عهد أي ملك لمصر تم بناء هرم سقارة المدرج؟ زوسر. صح. ما هو حاصل ضرب 5 في 21؟ 105. صح. يوم الوداع هي أغنية المطرب سوري، فمن هو؟ جورج وسوف. صح. حصل البطل صالح سليمان. برافو عليك. أنا 6 إجابات صح. أنا قلت اسم الدولة الآسيوية قبل ما أسمع اسم الجزيرة. طيب 5 إجابات صح و6 إجابات صح. الحمد لله. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي دولة عربية يقع ميناء سوسة؟ أنتوا الاثنين قلتوا المغرب. تونس. تونس. السؤال الثالث، أديب مصري راحل مؤلف رواية شجرة البؤس، فمن هو؟ دكتور طه حسين. السؤال الأخير اللي ملحقتش أقوله، حصل البطل صالح سليمان على فضية أولمبياد برلين 1936 بإحدى الرياضات، فما هي؟ طبعاً رفع الأثقال. كلنا نحيي محمود وإسلام، إسلام ومحمود. فايترز بيحاولوا يهربوا بالمباراة والنتيجة اتغيرت. إسلام كنتوا كام يا إسلام؟ كنا 60. وست إجابات صح بكام نقطة؟ 30. وعشر نقطة دية؟ 100. 100. سفراء كنتوا كام يا محمود؟ كنا 40. 40. وكم إجابة صح؟ 5. بقيتوا؟ 65. 65. 65 و25؟ 90. ترجعوا تاني في المباراة. 100 زائد 25 125. تسهلوا المأمورية على نفسكم قبل عجلة الحظ يا رب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.